السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى على أفضل الصلاة وتم التسليم. أحلى متابعين وأحلى مشتركين لقناتي سفرة الهانم، يا رب تكونوا بألف خير وفي أتم صحة. عملنا إيه مع بعض النهاردة؟ عملنا كيكة التايجر أو التايجر كيك بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بصوا هي تحفة بس الكاميرا مش موضحها قوي. هنا بقى الولاد كانوا حابين كده يختبروها، أهو تحفة جدا وكانت عالية عن كده كمان. بس نصيحة بقى، تستفيدوا من أخطاء الناس. هنعمل إيه؟ أول ما الكيكة تخلصيها سيبيها في الفرن شوية علشان ما تهبطش، هي كانت أعلى من كده بسرعة بس الولاد طلعوها بسرعة. هتسيبيها شوية علشان تغير درجة الحرارة في المطبخ وجوه الفرن بتخلي الكيكة تهبط. خلاص طيب تعالوا بقى كده أقول لكم الطريقة. نبتدي بالمقادير الأول. المقادير 3 كوبايات دقيق، 2 كوباية زيت، 1.5 كوباية سكر، السكر حسب الرغبة، عايزة تقللي عايزة تزودي براحتك. قلنا 1 كوباية لبن، 1.5 كوباية سكر، 3 بيضات، بيكنج باودر وفانيليا طبعا، 3 معالق كاكاو. عملنا ايه في الخلاط؟ بسرعة هتحطي في الخلاط الزيت والسكر والدقيق، سوري الزيت والسكر واللبن والبيض والفانيليا طبعا، وهنضرب كل ده. وبعدين هنجيب الدقيق، 3 كوبايات دقيق هننخلهم، وهننزل بالتدريج بالخليط. يعني هتجيبي الخليط من اللي ضربناه كله في الخلاط وتنزلي عليه الدقيق كده شوية بشوية، هنقلب في اتجاه واحد علشان تطلع هشة وجميلة. هنقسم الخليط لنصين، نص هنزود عليه 3 معالق كاكاو، هيبقى الخليط متساوي، الخليط الكيك العادي وخليط الكاكاو. وهننزل بالمعلقة، معلقة مثلا من الخليط البني ومعلقة من خليط الكيك اللي هو الأصفر. خلاص لحد هنخلص كل الكمية هتبقى معانا كده. تعالوا كده نشوفها. تعالوا كده نشوف كده قطعة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا بنات تحفة جدا، ازاي اهي خطيرة جدا. بصوا هشة جدا، انا مش قادرة امسكها، شايفين هشة ازاي؟ بصوا بصوا ما شاء الله العلوة قد ايه، شايفين اهي؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ جربيها هتنجح معاكي جدا وبألف هنا. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.